وليد الحضري رئيس النيابة الإدارية عضو مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية بالإسكندرية. احنا بنأكد للشعب المصري ان احنا كنا دايما في صفه، دايما واقفين معاه، رغم ان في دستور 2012 كانت النيابة الإدارية لأول مرة يبقى لها نص في الدستور، أعلننا وقتها ان احنا لن نشرف على الاستفتاء لان ده كان في صالح الشعب المصري. النهاردة رغم ان احنا لازلنا في خلاف مع لجنة العشرة، إلا أننا بنؤكد للشعب المصري إن إحنا هنشرف على الاستفتاء، إن إحنا بنحمي صوته، إن إحنا بنعبر عن إرادته، وبنحب نوضح ونقول إن القضاء التأديبي لن يجلب أي ميزة مادية أو نفعية أو حتى معنوية لأعضاء النيابة الإدارية، ولكن هو في صالح الشعب المصري، لأن عضو النيابة الإدارية هو الذي تربى في أحضان الدعوة التأديبية، هو الذي يباشر التحقيقات منذ نعومة أظافره، هو عضو النيابة الذي يشاهر آثار الجريمة، عضو النيابة الذي يتعامل مع المتهم، يستمع إلى أقوال الشهود، تتكون لديه العقيدة في أثناء ومعاصرة الآثار المترتبة على الجريمة، هو الذي شاهد ما ترتب على الجريمة من أفعال، هو الذي شاهد الضرر الذي وقع على الدولة من جراء اعتداء الموظف على الوظيفة، هو الذي شاهد أيضا كيف أن العقوبة السابقة التي وقعت على ذات المتهم في جريمة أخرى هل منعته من ارتكاب جرائم أخرى أم لا؟ هل زملائه في العمل هل ارتكبوا جريمة حينما شاهدوا العقوبة هينة على زميلهم؟ كذلك بطء التقاضي طول مدة الدعوة التأديبية، لما تستغرق الدعوة 5 سنين وعشر سنين عشان يعاقب المتهم بعد كده بعقوبة هينة الأثر كانت تستطيع الجهة الإدارية أن توقعها من تلقاء ذاتها، فلماذا إذن أحيلت الأوراق للمحكمة؟ القاضي التأديبي يجب أن يكون ملما بالدعوة التأديبية. أولا النيابة الإدارية زي ما قلت لك عضو النيابة هو المؤهل من عضو مجلس دولة نمرة واحد، لأن هو الذي زي ما أنا سبق وشرحت وقلت لك عضو النيابة بتكون إزاي. نمرة اثنين أعضاء النيابة الإدارية أكثر من ضعف أعضاء مجلس الدولة، مجلس الدولة لديه 14 اختصاص، إحدى هذه الاختصاصات القضائية هو الدعوة التأديبية بخلاف الفتوى والتشريع بخلاف أعضاء المفوضين. فلما نقول إن 2000 وشوية بيشتغلوا 14 اختصاص بخلاف الاختصاصات الغير قضائية، لما يبقى عندي 4000 وشوية هيشتغلوا بس في اختصاص واحد من اختصاص مجلس الدولة، لك أن تتصور كيف سيتم تفعيل القضاء التأديبي. الأعضاء منتشرون على مستوى الجمهورية، أنا هقدر أعمل دايرة في كل مركز وفي كل مدينة، أنا هقدر أنتشر أقرب العدالة للمواطن. أنت الأعضاء الشغلين وظائف العليا من يعني وكيل الوزارة، مدير إدارة، وكيل أول وزارة من أسوان وحتى القاهرة يحكم في دائرة واحدة، دائرة المستوى الإدارة العليا في القاهرة. كذلك معظم محافظات ليس بها دعوة تأديبية، ومجلس الدولة غير قادر، وأؤكد أنه غير قادر على مد مظلة القضاء التأديبي في ربوع مصر، لأن أعضاء مجلس الدولة من القلة بحيث لا يستطيعون أن يجمعوا ما بين الوظائف المتعارضة اللي بيبشروها جوه مجلس الدولة. كمان سرعة الفصل، لما يبقى عندي أعضاء كتير ودوائر كتير عدد القضايا هيكون أقل، العقوبة ستتم تطبيقها سريعا. كذلك فكرة تطوير القضاء التأديبي نفسه، تطوير العقوبات التأديبية، مجلس الدولة يرفض أي تطوير للقضاء التأديبي، يعني دي مش أول فكرة يتم إثارتها لتطوير القضاء التأديبي. حاولنا قبل كده نعمل مشروع لقانون الإجراءات التأديبية، مشروع لقانون العقوبات التأديبية بحيث يكون هناك تناسب بين الجريمة والضرر والعقوبة الموقعة. مبدأ التناسب ده مش موجود، مجلس الدولة قاضي مشروعية يهتم بالدعوة الإدارية ولا يهتم بالدعوة التأديبية، لا تمثل لها اختصاص. وأكبر دليل على كده أن سمح بوجود مجالس تأديب يشترك فيها أعضاء مش قضائيين أصلا، يعني أي مجلس تأديب زي مجلس تأديب الجامعات، مجلس تأديب الشرطة، بيشترك مع أعضاء مجلس الدولة موظفين إداريين يصدرون أحكاما تأديبية. ولما تيجي تقول له عضو النيابة الإدارية هو اللي يصدر الحكم يقول لك أصل عضو النيابة الإدارية غير مؤهل، ما أنت قابلت أن يصدر أحكام من مجالس التأديب ولها ذات القوة وذات الدرجة الصادرة عن المحاكم التأديبية بيطعن عليها أمام الإدارية العليا، فهو حكم تأديبي يصدر من موظفين إداريين لم يباشروا أي اختصاص قضائي ولم يتخرجوا من لسانس حقوق، معهمش مش بكلية حقوق أصلاً.